حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي، موعدنا اليوم مع مراجعة شيقة جدا جدا جدا. هنراجع مع بعض أهم المفردات والقواعد اللي موجودة في يونتس 1 and 2. جهز ورقة وقلم واستفاد من مراجعة المتميز، هنحلها مع بعض مع الشرح كمان. نبدأ مع الطالبة أروى. Read and choose the correct answer، يعني لازم أقرأ السؤال كويس وكمان الاختيارات علشان هجاوب صح. يلا يا أروى. Egyptian farmers raise giraffes and chickens and elephants and lions. Chickens. طبعا الفلاحون المصريون بيربوا الدجاج، مش بيربوا الزرافات ولا الأفيال ولا الأسود. Excellent أروى. Number two. I like reading, but I'd but and or Sue. I like reading, but I don't like drawing. طبعا إجابتها متميزة كالعادة، بحب القراءة ولكن لا أحب الرسم. استخدمنا but علشان في كونتراست، في تناقض ما بين الجملتين، لكن لو في ترابط هنستخدم and. Number three. Camels are than horses. They are about 2 or 0 meter slower and faster and taller and tall. Slower. هو خلي بالك، ركز معايا على كم متر طوله. 2 متر طول الجمال، 2 متر. يبقى Two. هقول or slower أبطأ، هو ما جابليش السرعة. faster برضو ما جابليش السرعة. taller أطول ولا طول؟ طبعا طول مش هتنفع خالص، دولار طول دي غلط، دولار طول دي غلط. تمام، هنا علشان في 2.0 متر يبقى انا بهتم بالطول، يبقى الاجابه الصحيحه دولار اي صفه منتهيه باي ار. طيب ليه يا مستر؟ علشان في زان، لازم تولر زان. طبعا هنشوف اجابه دلوقتي ايه مع اروى، هي تولر زان. ركز مع بعض، لكن لو قال لي يا ابطال، ركز معايا، لو قال لي كيلو جرام يبقى هنا بتكلم على الوزن، يبقى اقول هيفير. لكن لو جاب لي كي بي اتش اللي هي السرعة، سرعة الجمال 65، لكن سرعة الأحصنة 88، هستخدم فاستر. يبقى ركز بالوحدة القياسية كويس جدا جدا جدا. نكمل مع I أروى. have four the first two. I have four pencils than my sister. طبعا هنا في زان، يبقى لازم الصفة منتهى بإي آر. fewer pencils than my sister. You are so excellent أروى. ready ريتاج؟ Yes, mister. yes. We eat breakfast in the morning. إجابة رائعة من أول مرة، بس لازم نقرأ الاختيارات، هي حفظها. نتناول الفطار في الصباح، لكن we have dinner in the evening. We have lunch in the afternoon. We have a snack، وجبة خفيفة، at night. Breakfast فطار، in the morning. Lunch in the afternoon. Dinner in the evening. Snack between meals، بين الوجبات، أو at night. Number six. Egypt is a big governorate ولا country ولا city ولا village country. طبعا ايجيبت بلدنا الحبيبة مصر، هي دولة كبيرة، لكن ضميتها is a governorate. جيزة is a governorate، محافظة. city مدينة كبيرة، village قرية. number seven. Camel's guts perfect for the desert is ولا was ولا are ولا am are. كاملز اخرها اس، يعني الجمال، يعني هي جامع. طبعا هستخدم ار. اكسلنت.
Camels are perfect for the desert. الجمال مثاليين جدا للصحراء. Number eight. I like guavas and dots, watermelons. So, ولا but ولا and ولا because. And بحب الجوافة وكمان البطيخ. إضافة أفكار. Adding ideas. هستخدم but في حالة التناقض ما بين الأفكار. Number nine. Chickens give us eggs ولا milk ولا grass ولا best بستة. Egg. Eggs طبعاً فاكرين كلنا. We keep chickens to get eggs and meat. اوعى تنسى احنا بنربي الدجاج علشان نحصل على البيض واللحم. We keep cows to get milk and meat. We keep goats to get milk and meat. اوعى تنسى المعلومات اللي احنا اتعلمناها خلال شهر اكتوبر. Excellent as usual, Ritej. عبد الرحمن. You are so excellent. عبد الرحمن عصام, are you ready? Yes. The fennec fox is other fox. Smaller than. You are excellent يا بطل. The fennec fox, ثعلب الفنك, هو أصغر من الثعالب الأخرى. Yes, smaller than, مع بعض. دمياطي is very famous. Milk, cheese, guava, banana, cheese. مشهورة جدا. وما تنساش كمان قلنا في جملة دمياطة governorate is famous for دمياطي تشيز. تاني يا مستر. دمياطة governorate is famous for دمياطي تشيز. Excellent. عبد الرحمن, go on. Catch fish in the sea. Fishermen. طبعا صيادوا الأسماك. Fishermen بيصطادوا السمك في البحر. Fishermen catch fish in the sea. مش farmers, مش فلاحون. الفلاحون معروفين. Grow rice in Egypt أو بيزرعوا أي حاجة. Raise animals in Egypt. Doctors الأطباء. Teachers المدرسون. كمل. How is a horse? It's about 459 kilogram. 59 كيلوغرام. How heavy. طبعا إجابة رائعة. السؤال عن الوزن how heavy. وعرفنا كمان ليه اخترنا هنا how heavy, علشان موجودة وحدة القياس كيلوغرام. أول ما تلاقي كيلوغرام يبقى على طول how heavy, لكن لو لقينا meter يبقى على طول how tall. أوعى تنسى يا بطل. You are so excellent, عبد الرحمن. يحيى, are you ready? يحيى. Yes. Start now. I like chicken. But. نكمل. Yes, I like. Don't like chips. I like it chicken, but I don't like it chips. Excellent, Yahya. أنا بحب الدجاج ولكني لا أحب شيبسي. What is the biggest animal in the world? صيغة تفضيل زي وبقية ستي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في شهر نوفمبر. Yes. We use fur camels to make clothes.
Yes, Yahya, number 16. We use fur of making fur of camels to make it, to make clothes. Clothes, we use the fur. بنستخدم الفرو فرو الجمال لكي نصنع الملابس. Number 17. To make something again, meaning to remix. طبعا إجابة رائعة. ما دام قال لي again يبقى ري. اتعلم نعيده. أنا عايز مستر ري. ممكن نكتب سؤالنا في الشات يا بطل. ريميكس ريميكس ريدو ريميكس ريدو. تمام، إعادة شيء مرة تانية. هنا في ذا يبقى في صفة اي اس تي. هختار امتى بيجر؟ لو في زان، لو في هنا زان كنا استخدمنا بيجر. في ذا يبقى على طول اي اس تي مع بعض كده. ونسأل ليلى. Yes, Mr. What do farmers raise in Egypt? Cows and ducks. Chickens, rice, potatoes, milk. Chickens. What do farmers raise? هنعيد كل حاجة مرة تانية يا يحيى، ما تقلقش. What do farmers raise in Egypt? الفلاحون بيربوا ايه في مصر؟ Chickens طبعا، رائع. Chickens, cows and ducks. الدجاج والبقر وكمان البط. نكمل ليلى. The phoenix fox lives in the desert sea sky park desert. بيعيش فين؟ ثعلب الفنك؟ desert. هل في ولا في البحر ولا في السماء ولا في الحديقة؟ in the desert. You are excellent. طبعا بيعيش في الصحراء. I like playing then I can't play well and from but so but أنا بحب ألعب التنس. لا، ألعبها بطريقة جيدة. إكسلانت. بط طبعا في تناقض. إزاي بتحب تلعب لعبة وأنت مش عارف تلعبها بطريقة جيدة؟ في كونتراست، في تناقض في الأفكار. يس. A cat is small, a horse is big, but القطة صغيرة ولكن الحصان كبير. إكسلانت ليلى. ريدي بسملة. Yes, Mr. We produce vegetables like A and potatoes, onion ولا bananas ولا watermelon ولا apple. هتبقى onion. Onions. بننتج الخضروات مثل، قلنا like له أكثر من معنى، هنا معناها مثل البصل والبطاطس كمان. ندى. Nada loves fruit and vegetables. She is healthy. ندى بتحب الفاكهة والخضروات، هي تكون صحية. Excellent. Horses are birds ولا animal ولا planet ولا food. Plants. Animal. طبعا الأحصنة عبارة عن حيوانات، مش بيرز، طيور. بلانتس بلانت نباتات، فود طعام. They are very dangerous animals. Crocodile.
التماسيح حيوانات مفترسة جدا. اكسلنت. بسملة as usual. ريدي لما What? لما Yes. المايك. I'm يا sorry. ستارت. لما I eat vegetables. I eat vegetables and exercise. Size. أكل خضروات وأتمرن. نربط أفكار مع بعض. Number 26. We chicken in Egypt. Rice. Raise. نربي لكن رايس رز. We raise chickens in Egypt. صب الدجاج في مصر. The can fly in Balkan sky. Balkan. Pelican. البجعة تستطيع أن تطير عالية. In the sky. The pelican can fly high in the sky. We have a nut in the morning breakfast. You are so excellent, Lama. أول الفطار في الصباح أو هننسى. لكن we have lunch in the afternoon. Lunch in the afternoon. Lunch in the afternoon. Dinner in the evening. Dinner in the evening. Snack at night. جانا ريدي. جانا Yes, mister. We produce lots of vegetables in Egypt. بننتج الكثير من الخضروات في مصر. ريز نربي يبقى خاصة بالحيوانات. كيب كمان معناها يربي خاصة بالحيوانات. بلاي يلعب. اكسلنت. 31. The helps us to cross cross the desert. Camel. The camel helps us to cross the desert. الجمل بيساعدنا في عبور الصحراء. اكسلنت جانا. Snakes are dangerous. الثعابين خطيرة جدا جدا. Snakes are dangerous. مش birds ولا plants ولا birds كمان. Birds طيور. Plants نباتات. The giraffe is. طبعاً taller than. في than يبقى صفة منتهية بـ er. taller than, faster than, shorter than. وكمان لو صفة طويلة more delicious than, more beautiful than. excellent جانا. الزرافة أطول من الجمل. عبد الرحمن علي ready. يلا يا عبد الرحمن. I like reading. بحب القراءة. I don't like drawing. مش بحب الرسم. إجابتك إيه؟ but ولا and ولا or ولا so؟ and لا هنا في لا مستر but طبعاً. but أول مرة يا عبد الرحمن. The yellow flower is but. the red flower. قلنا في كلمة زين هختار أي صفة طويلة قبلها مور. يبقى مور مثلا مور delicious زين. مور expensive زين. طب إجابتك إيه هنا؟ مور beautiful ولا beautiful less ولا beautiful ولا tall؟
بردين زي تاني واحدة أول واحدة أول واحدة مور بيوتيفول اللي تحت زان. بس. أيوة مور بيوتيفول زي. مور بيوتيفول زان، مور بيوتيفول زان، ذا يلو فلاور بيوتيفول زان، أجمل من الزهرة الحمراء. إليفانتس آر، وفي زان، أول ما تشوف زان تختار إي آر. يا مستر في كذا واحدة إي آر، أعمل إيه؟ أشوف المعنى. الأبيال والكلاب، أختار سينر أرفع ولا بيجر أضخم؟ إليفانتس آر bigger than dogs. Elephants are bigger than dogs. الأفيال أضخم من الكلاب. 37 have large flat مستر طيب نظبطه مرة تانية. camels have large flat hands، عندهم أيادي. هو الجمال عندها أيادي أساسا، feet أقدام لا يا ولا مستر فلات في طبعا لازم اكمل. So they can walk on the sand. Excellent عبد الرحمن علي. نكمل مع بعض تاني ونسأل عبد الرحمن عصام. ريدي؟ عبد الرحمن عصام موجود؟ yes يلا يا بطل. A snake is more most least the dangerous than. لسه قايلين من شويه more dangerous. طبعا اجابه رائعه، يبقى على طول مور. اكسلنت يا عبد الرحمن. ريم جازلز هاف بيج ايرز اند لونج. طبعا لونج هورنز. طبعا يو ار اكسلنت. عندهم قرون ولا هوفز؟ اختار ايه؟ هورنز ولا هوفز؟ هورنز طبعا اجابه رائعه، هي هورنز بالظبط يا بطل. ايوه ده سؤال كان للابطال. طب نعمل فيه ايه؟ هنشوف مع بعض. يبقى لما تيجي تجاوب لازم تفكر كمان انت مجاوب صح ولا لا. عندهم قرون طويلة، لكن هوفز دي عبارة عن ايه؟ الحوافر بتاعتهم. يس اكسلنت يا بطل. مكملين مع عبد الرحمن. We use camel's fur to make We use camels for to make clothes. كلوز طبعا بنستخدم فرو الجمال لصنع الملابس. 41 Birds have one beak. الطيور عندهم منقار واحد. اكسلنت عبد الرحمن. أروى ريدي؟ أروى The Egyptian land is an enormous for nutrients. nutrients أرض الأرض for المصرية. بور فقيرة، ريتش غنية، بات bad سيئة. weak rich ريتش طبعا ريتش نقول ريتش، ريتش يصل. ريتش ان نيوترينز. اكسلنت I ريتش. like grapes, bananas, but or and so and بحب العنب وكمان الموز. اكسلنت اروى. I don't drink cola, but I exercise every day for soup, but where, but اجابتي هي but. انا مش بشرب كولا ولكن اتمرن كل يوم. grow vegetables for us to eat in generals farmers engineers farmers doctors teachers farmers
farmers grow vegetables who are for us to eat. طبعا الفلاحون هم اللي بيزرعوا الخضروات لينا علشان ناكلها. Excellent اروى. Ready بسمله؟ Yes, Mister. Yes. They have large, beautiful eyes. Horse, planet, flowers, woods, horse. مستر استر حضرتك اقفل المايك. Excellent بسمله. طبعا الاحصنه horses have large beautiful eyes. مش plants النباتات. Flowers زهور. Potatoes البطاطس. The phoenix fox have a thick space to keep for full pick. Feathers, eyes. Yes. A phoenix fox has a thick, thick what? Fur, faro, beak, mon fur. 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 Yes, طبعا الفينيك فوكس ما عندوش لا منقار ولا ريش ولا لا عنده عيون كمان. بس هل العيون تحافظ عليه ان هو يكون دافئ؟ هنقول لك ايه الفرق ما بين بط وسو. قريب جدا يا بطل. نكمل يا بسمله. Where horses is very old, we want to space it. منزلنا قديم جدا جدا. نريد ان ايه؟ ريبينت. ريبينت دي معناها ايه؟ بينت اجين يعني يعيد التلوين. ريدو اعاده فعل. ريد اعاده قراءه. ريوز اعاده استخدام. هتستخدم ايه؟ ريبينت. ريبينت طبعا اعاده تلوين. Farmers. Farmers grow space and onions, tomatoes. طبعا الفلاحون بيزرعوا الطماطم والبصل، ما tomatoes. بيزرعوش آلية ولا كتب ولا كمان ألعاب. نكمل. Birds have a space to eat well. Pick. الطيور عندها منقار طبعا تأكل بيها. Excellent بسملة. رائع جدا جدا بسملة. Ready ليلى؟ Yes, Mister. تمام. تقدري تفرقي لي ايه بيك؟ يعني منقار طبعا. طب فيزرز يعني ايه؟ فاكره ولا افكرك؟ نعم. يعني ايه فيزرز؟ فيزرز ايوه حد. لا ريش. طب وينجز؟ أجنحة. اجنحه. بيردز هاف وينجز تو فلاي ويز. طبعا احنا بنستخدم الأجنحة، الطيور بتستخدم الأجنحة للطيران. الجزء الأول كده خلاص يا أبطال من مراجعة المتميز. ما تمشيش، عندنا تكملة كمان هتلاقيها على